بمناسبة خبرات اللعيبة اللي اكتسبوها، محمد هاني هو بيلعب يعني قدام أشرس خط شمال في العالم، بالظبط كده. كومان جنابري. شفت محمد هاني ازاي في المونديال؟ لا محمد يمكن يعني طلع كتير قوي من اللي عنده، او طلع جزء كبير جدا من مستواه، وانا شايف انه عنده اكتر من كده بكتير قوي كمان. يعني يمكن مع كل الكلام الكتير اللي كان بيتقال انه اللي من وجهه نظري ملوش اي علاقه بمحمد هاني واداء محمد هاني، رد على ناس كتير قوي يا كابتن، صحيح، وخصوصا بعد المباراه الاول مباراه. طبيعي جدا الراجل كان مصاب، واكيد الجهاز الطبي تعب معاه والجهاز الفني انه يقدر يلحق المونديال بشكل عام. ادى بشكل من وجهه نظري من افضل الناس اللي كانت موجوده في الفرقه، مش عايزين ننسى حد، بس دلوقتي بنتكلم عن محمد هاني. ادى بشكل رائع، يمكن خصوصا مباراه بايرن ادى فيها بشكل هجومي دفاعي اكتر، وفي نفس الوقت كان ليه دور بالشكل الهجومي كمان. يعني فانا ببارك له على الاداء البطولي اللي كان موجود فيه في البطوله، وبقول له انت عندك اكتر من كده بكتير جدا كمان.